تفتقر عدة أحياء سكنية بولاية برج باجي مختار لأبسط ضروريات الحياة، فالمشاريع التنموية بالمنطقة تكاد تكون منعدمة، حيث يطالب قاطنو هذه الأحياء تدخل السلطات المحلية بتجسيد مشاريع من شأنها رفع الغبن عن ساكنة الولاية الجديدة. أحمد طمري زار بعض الأحياء ورصد التالي. رانا نعانوا من جميع الامور في هذا الحي. انت كيما راك تشوف منا الاوساخ تتراكم، ما كانش اللي نقيها، مع عدم توفر الساحات الرفاهيه وعدم الاناره في الحي. الحي هذا يعاني في جميع المجالات، ونطلب من السيد الوالي توفير الامكانيات اللازمه لهذا الحي. والله تقريبا معظم احياء مدينه ولايه برج باجي مختار والله كاين قياب كبير، وخاصة في كما نقولوا في تزيين المحيط، كما راكم تشوفوا هنا هذه تزيين المحيط، هذا مدخل المدينة، يعني تزيين المحيط تقريبا ناقص. النقطة الثانية اللي شفناها لاحظناها ثاني وهي الإنارة. الإنارة معظم هذه الأحياء تقريبا ما فيهاش نهائيا. ما عندنا قطرة لنا 7 شهور، ما عندنا قطرة من الماء، ومشينا وجينا ومشينا وجينا على نفتنا، ما قدرنا نجبروا الماء، عطاش نشرب لا الماء من سترنا، ونشرب المحار من كل ستر، نشرب برقونتين ولا ثلاثة 200 و200. هذا الحيز لا زوبيا، عفناه، ودويرتي لا منطو، هذه قريب 30 سنة راني في البرج، ما كان اللي عرفني لا أعطاني ذا. ولا العقارب ولو صخبة ياكلنا، لا شوفوا لنا حل، ديروه لنا نتاع الحي ذا.